هل عندما أسب شخصا في نفسي أأثم أو أنها غيبة؟ لا، شلون تسبه في نفسك؟ يعني منقهر منه يعني كذي تحاتي نفسك؟ لا، إن شاء الله لا غيبة ولا إثم، طالما أنه إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. لكن لا تسب، قول الله يهدي. يعني الطفيل بن عمر رضي الله عنه ذهب الدوسي من جماعة أبي هريرة، ذهب إلى دوس يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فلم يستجيبوا له، ما أسلموا، فغضب عليهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أني دعوت دوسا فلم يستجيبوا لي، فادعوا عليهم، ودعوا عليهم، منقهر منهم. فقال، رفع النبي يديه قال: اللهم اهدي دوسا. فأنت يعني بدل أن تسب قل اللهم اهديه، اهديه، ادعو له بالهداية، هذا نفعه أعظم من السب وضيقة الخلق والحزن. كاس الله يهديه. النبي صلى الله عليه وسلم ما شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، كان يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوف، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هم حاربين كفار، يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. فالقصد الإنسان يعود نفسه أن يدعو بالهداية، لا يسب ولا يلعن ولا كذا، لا تعود لسانك على اللعن والسب.